دكتور اشرف أهلا صبحي. بيك. مساء الخير يا معالي الوزير. اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ كابتن ايمن. اي يا فندم. ازيك يا كابتن ايمن؟ وحشنا، عامل ايه؟ حضرتك اكتر والله يا دكتور، الحمد لله رب العالمين. حضرتك عامل ايه؟ طمني على صحتك، كله كويس؟ كله كويس والله، الحمد لله رب العالمين. اتمنى لك دايما التوفيق. الله يسلمك يا دكتور. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. كله كويس؟ كله كويس. كنا عايز اتكلم على مهرجان وكرنفال الاهلي والزمالك. اولا انا بس عايز ابدا، احنا يعني خارجين من نص شعبان وداخلين على رمضان، فكل سنه ومصر كلها بخير. كل سنه حضرتك طيب. وكل الجماهير المستمعين، ونتمنى يعني قيادتنا السياسيه ودولتنا دايما كده تكون بخير، ودولتنا الكبيره تفضل يعني منوره كده بره وجوه، وكل الرموز اللي موجوده الحقيقه يعني في تطوير الشكل الجميل للرياضه المصريه. ونتمنى لكل الرياضيين في العاب فرديه والالعاب الجماعيه الحقيقه التفوق اللي احنا فيه. احنا يعني مصر دلوقتي اكبر دوله استضافت يمكن احداث عالميه و صحيح وافريقيه والحمد لله يعني ببارك للناديين الكبار. يمكن الفتره الصغيره اللي فاتت دي الحمد لله النادي الاهلي في رحلته الافريقيه بالرغم اللي حصل، لكن الحمد لله ربنا نصر، كذلك نادي الزمالك وفيوتشر. ان شاء الله دايما ورا انديتنا كده تمثل مصر احسن تمثيل يا رب بشكل كبير. احنا بنتنعم بوجود رمزين كبار يعني قطبي الكره المصريه. انا النهارده يمكن كان في اجتماع صباحا برئاستي، وموجود يعني الشركه المتحده الشركه الوطنيه الحقيقه اللي بنشكرها على مجهودها الكبير، والسيد رئيس نادي الزمالك ونائبه، والسيد امين صندوق نادي الاهلي الكابتن خالد مرتجي. والحقيقه انا توجهت بالشكر لمجلس اداره نادي الاهلي لزيارته الحقيقه لاشقائه المجلس اداره نادي الزمالك، وايضا تبادل التهاني ما بين يعني الناديين والمجلسين. الحقيقه ده ليه يعني دور كبير جدا على المستوى الحرص وحرص على دولتنا وحرص دولتنا على مؤسساتنا الكبيره يعني. صحيح. شايف حضرتك المهرجان هيبقى ازاي بقى؟ اولا انا بكمل يعني احنا العلاقه ما بين مصر والمملكه العربيه السعوديه علاقه يعني دايما فيها كل حاجه جميله. صحيح. ما بين الدولتين، ما بين الاشقاء الحقيقه، والتاريخ والحاضر والمستقبل واضح المعالم في هذا الشأن. كمان يمكن اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة رئيس جمهورية مصر العربية، و سمو الملك سلمان، وأيضا ولي العهد، الحقيقة علاقة حميمة دايما فيها كل التعاون لصالح البلدين. الحقيقة كمان الرياضة ليها دور كبير جدا ما بين يعني الدبلوماسيه الرياضيه زي ما بيقولوا. صحيح. واحنا عندنا ناديين بنفتخر بيهم، نادي الاهلي ونادي الزمالك، نادي الزمالك ونادي الاهلي. طبعا. احنا بنشكر المملكه جدا والقائمين على هذا التنظيم شكر جم، ويعني استضافه يعني قطبين من قطبي او قطبي الكره المصريه ده شيء بنرحب بيه. واحنا داعمين لهذا اللقاء كدوله بشكل كبير جدا، وايضا المستقبل القريب يعني بيبشر بالخير في حاجات كتير باذن الله رب العالمين. باذن الله، فكل الشكر والتقدير، وان شاء الله يكون اللقاء على مستوى شكل القطبين بشكل بإذن كبير الله. ودي رساله دعم مني انا شخصيا كوزير شباب ورياضه، ورساله دعم للاهتمام بهذا اللقاء اللي بيحمل اكتر من معنى واكتر من مضمون. ان شاء الله يكون هذا الملتقى يسعد الجماهير من يعني اللي موجودين في المملكه من المصريين، وايضا يعني من اللي هيسافروا من هنا. يكون لقاء ممتع ويليق بالدولتين، اللي هيكون فيه ان شاء الله تعاون كبير جدا في الفتره اللي جايه، واحنا بمؤسساتنا العالمية كلها داعمين وبقوة لهذا المنطقة. شكرا معالي الوزير، وبنأكد على كلام حضرتك، وإن شاء الله نشوف ما يليق بالأهلي والزمالك وبالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
شكرا معالي الوزير، خلصنا الكلام.